فتح الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا تحقيقا رسميا ضد القطر ناصر الخليفي رئيس مجلس اداره قنوات بي ان سبورتس في اتهامات بالفساد وكان مكتب الادعاء في سويسرا قد كشف عن فضيحة فساد ورشوة تضمنت القطري الخليفي وجيروم فالكي المسؤول السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأعلن مكتب النائب العام السويسري فتح تحقيق جنائي بحق الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالكي والقطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إن ميديا على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم التي تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام من عدة. وبحسب التحقيق الجديد فإن فالك قام بقبول مساعدة غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكؤوس عام 2018 و2022 و2026 و2030 وأعلن مكتب المدعى العام أنه بدأ بالتحقيقات في مارس الماضي مع فالك والخليفي إضافة لرجل أعمال لم يكشف عن اسمه. وهو يعمل في قطاع حقوق البث الرياضي